مهمة جدا في هذه المرحلة. النهاردة انت عندك من يدعو الى التصادم بين الثقافات والحضارات، انت عايز من يدعو الى التوائم والتعايش بين الثقافات والحضارات، انت عندك النهاردة من يدعو الى الاسلاموفوبيا والخوف من الاسلام، انت في حاجة الى من يروج لان الاسلام دين حضارة ودين خير ودين تسامح الى اخر يعني القضايا المرتبطة باليونسكو لدى العرب في منتهى ما يمكن من الأهمية والخطورة في هذه المرحلة. معالي السفير خليني أشكر لك شكرا جزيلا، وأنا أعتقد أننا بحاجة لأنه احنا يعني نبذل مجهود أكبر في إقناع الدول اللي خلاص صوتت لمرشحين مش مالهمش نصيب في أن هم يدعمونا، ومهما حاول الآخرون بقى أن هم يستخدموا أدوات أخرى في إقناع هذه الدول، احنا بنبذل المجهود الملائم، وأملنا في أن احنا مش ناخد القضية المصرية بس زي ما حضرتك أشرت، قضية المنطقة بصفة عامة. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا.